مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. شباك رشا. للكاتبة عبلة الطباسي. نشر وتوزيع مؤسسة تامر. صوت وأداء تالا حلاوي. أول مرة شاركت في تظاهرة ضد الاحتلال كانت في 5 حزيران عام 1989، أي أثناء الانتفاضة الأولى، وكنت في 12 من عمري. يومها خرج طلاب الجامعات في مسيرة سلمية يهتفون ضد الاحتلال ويطالبون بالحرية للأسرى. سارت التظاهرة في شوارع رام الله ثم اتجهت نحو المقاطعة حيث مقر الحاكم العسكري والسجن. كانت التظاهرة كلما اقتربت من مدرسة خرج الطلاب الكبار من صفوفهم وانضموا إليها. هذا ما حدث عند مدرستي، فتسللت مع الطلاب الكبار وسرت معهم. مشينا بخطى ثابتة نتأبط أذرع بعضنا بعضاً ونهتف بأعلى أصواتنا، وكنت أصغرهم سناً وطولاً، أحاول جاهدة مجاراة وقع خطواتهم. مع هذا مشيت وهتفت إلى أن اقتربنا من مقر الحاكم العسكري، وإذا بسيارات عسكرية مليئة بالجنود تعترض طريقنا. توقفنا واشتد هتافنا. أخذ بعض الطلاب يرشقون الجنود بالحجارة، فجاء الرد بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. تراجع الطلاب ثم اقتربوا وازداد رشق الحجارة وكذلك الرصاص والغاز. شعرت بحرقة في حلقي وعيني وانهمرت دموعي. ركضت مبتعدة خائفة فتعثرت بكوم حجارة ووقعت. حاولت الوقوف ولم أستطع، أخذت أبكي وجعا وخوفا من الموت. نقلت مع غيري من المصابين إلى المستشفى حيث تبين أن هناك كسرا في عظم ساقي تطلب وضع ساقي في قالب جبس من الكعب حتى أعلى الفخذ. كانت أمي تمسك بيدي وتكرر: الحمد لله على سلامتك يا رشا. ولم توبخني على فعلتي كعادتها كلما قمت بمغامرة جريئة، لعلها نسيت. المهم في الأمر أن الألم الشديد قد زال. عكازان وجبس ورجل معافى، هكذا عدت إلى البيت. كثر الزوار وكثرت الهدايا والحلوى. أخذت أتدرب على المشي بمساعدة العكازين، ولكن المشكلة أن درج بيتنا عالا وضيق، فبيتنا مبنى قديم من البيوت التي تشتهر بها رام الله. جدرانه عريضة وسقفه ذو عقود عالية وله قرميد أحمر، فكنت أجد صعوبة في صعود الدرج ونزوله، لذلك اعتصمت بشباك غرفتي أتواصل عبره مع الخارج. وضعت لي أمي طراحة على مستبط الشباك العريضة كي أجلس وأمدد ساقي عليها. كنت أتسلى برؤية أصحابي يلعبون في حوش المنزل، بعضهم في مثل عمري وبعضهم أصغر أو أكبر قليلاً. أولاد وبنات يلعبون معاً كرة القدم والاستغماية والقفز بالحبل. قفز وركض وركل، وأنا جالسة في شباكي أراقب اللعب وأتمنى مشاركتهم. تساءلت: لماذا يحب الصبيان كرة القدم إلى هذا الحد؟ ولماذا لا يحبون القفز بالحبل كالبنات؟ ركلة قوية من قدم نايف، وصاح سعيد وصفر بصافرته: أوت! لقد خرجت الكرة خارج الحوش، وكالقطة تركض تالا الصغيرة نحو بيت أم عامر، تخطف الكرة من خلف البرميل وتركض عائدة، ويستمر اللعب وأنا في شباكي أشارك بطريقتي الخاصة. مرة أخرى خرجت الكرة خارج الحوش، رأيتها وصحت: يا ويلكم وسواد ليلكم، أجت الكرة على غسيل أم إبراهيم على الشرشف الأبيض. يركض كريم دلوع أم إبراهيم ويتسلل تحت الغسيل، يلتقط الكرة التي تركت بقعة وحل على الشرشف الناصع البياض، ويستمر اللعب بأشكاله وأنا من شباكي أتفرج وأشارك. وذات يوم رأيت مجموعات صغيرة من الشبان والشابات تتوزع في الطريق المتفرع من الشارع الرئيسي، ورأيت شابة تلبس جاكيتا أحمر وقفة في أعلى مكان تراقب الشارع،
وبعد قليل ظهرت سيارة إسرائيلية بيضاء صغيرة في الطريق، فانهالت عليها الحجارة من كل صوب، وصاحبة الجاكيت الأحمر تراقب الشارع الرئيسي من مكانها. أسرعت السيارة تحاول الخروج من ذلك الطريق، ولكن الإطارات المشتعلة منعتها، فحاولت الالتفاف والعودة، إلا أن الحجارة المتساقطة أربكتها فأخذت تصطدم بالجدار. عندها أطلق السائق عيارات نارية في الهواء طلباً للنجدة. فجأة دوت صافرة حادة في الجو، نظرت إلى مصدرها ورأيت صاحبة الجاكيت الأحمر وهي تتبعها بصافرة أخرى، ثم اختفت بين البيوت أو داخل أحدها. وكذلك اختفى راشقو الحجارة مع ظهور جيبين عسكريين في الشارع الرئيسي مسرعين لنجدة السيارة البيضاء. ودوى الرصاص وتفجرت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، وأنا في شباكي أرتجف خوفاً وأراقب ما يجري. ثم كتبت على الجبس 2 تموز عام 1989. عرفت فيما بعد أن الشباب يعرفون جيداً أن مثل هذه السيارة البيضاء التي تحمل لوحة أرقام سوداء وحرفاً مميزاً تخص المخابرات العسكرية الإسرائيلية. وكالعادة بعد كل مواجهة جاء النداء المعهود عبر مكبر الصوت المثبت على أحد الجيبات: إلى أهالي رام الله، ممنوع التجول حتى إشعار آخر، وكل من يخالف يعاقب. وتكرر النداء في أرجاء المدينة. غابت جيبات الاحتلال وكذلك السيارات المدنية وساد الهدوء. أما الأولاد فسرعان ما خرجوا إلى الحوش واستأنفوا اللعب بكل حيوية ونشاط. ورأيت أخي سعيد الذي يعشق كرة القدم وهو عادة يأخذ دور الحكم يتابع الكرة بدقة، يصفر للمخالفات ويرفع البطاقة الحمراء أو الصفراء بحركات مسرحية، وأنا من شباكي أراقبه بإعجاب. صباح أحد الأيام كنت في شباكي أقرأ قصة في انتظار خروج الأولاد إلى الحوش، ولكنهم تأخروا على غير عادتهم، ثم ظهروا وقد اختلف منظرهم. غابت الألوان عن ثيابهم واختفت الصنادل والزنوبات، كانوا ينتعلون أحذية رياضية ويلبسون الجينزات والتيشيرتات. لم يباشروا اللعب كعادتهم، بل أخذوا يتجمعون في مجموعات صغيرة يتهامسون، ثم خرجوا من الحوش وتوزعوا في الطريق. بعد قليل رأيت دورية عسكرية تقترب من الحوش، وفجأة أخذت الحجارة تنهال عليها وحولها. رأيت رؤوس أصحابي ترتفع من مخابئها وأيديهم الصغيرة ترمي الحجارة، ثم تعود الرؤوس والأيدي لتختبئ ثم ترتفع. وفجأة دوى رصاص جنود الاحتلال، رصاص حي ومطاطي. خفت على نفسي من رصاصة طائشة وعلى الأطفال، وتجمدت في مكاني. ثم رأيت دورية ثانية في الشارع الرئيسي تتجه نحو الحوش فارتعبت. التفت خلفي فلمحت صافرة أخي على سريره، قفزت نحو الصافرة دون عكاز، تناولتها وعدت مكاني، وبكل ما وسعت رئتاي من هواء نفخت في الصافرة، فتفرق الأولاد كفعل السحر واختفوا، وبقيت وحدي عند شباكي أكاد لا أصدق ما جرى، ومن صميم قلبي شكرت ملهمتي ذات الجاكيت الأحمر. وكتبت على الجبس 20 تموز عام 1989.